Hi, أنا أحمد أيمن. أنا Social Media Specialist في TEDx Cairo University. والنهاردة إحنا بنعمل live coverage للإيفنت بتاعنا اللي هو ميتانويا من جوه مستشفى 57 357. إيه رأيك في Tolaroid النهاردة؟ بصراحة الأبلكيشن بشكل عام ساعد جدا على الريتش علشان هو accessible جدا للناس ومساحته 3 ميجا بايت بس. وولسو بيوفر للناس او الاتنديز اللي حضروا الايفنت او اللي في البيت وما قدروش يحضروا الايفنت اللي هم يشوفوا بروفيشنال فوتوز من بروفيشنال فوتوغرافرز زي ما انتم شايفين كده. دي صوره معموله من الابلكيشن وعليها اللوجو, وانت بكل بساطه تقدر تدوس بس على زرار تمام وتطلع لك كل الفوتوز اللي معمول عليها اللوجو it was shot and taken by professional photographers. فطبعا ده هيوضح الاسبيكتس كلها بتاعه الايفنت, سنس الفوتوغرافر او البروفيشنال فوتوغرافر بيبقى فارق طبعا عن اي واحد ماسك موبايل او كاميرا بس او بيصور لايك فاريس شوتس بس راندوملي, بس الفوتوغرافر او البروفيشنال فوتوغرافر بيصور الاسبيكتس المختلفه, وده طبعا بيدي صوره اوضح واكمل للمشاهد اللي بيشوف الابلكيشن. وبالنسبه كشغل ماركتنج الابلكيشن طبعا بيساعد على الريتش بطريقه كويسه جدا وبيعلي الاورجانيك ريتش اكيد, لانك انت تبقى ليك اكسس للصور باللوجو بتاع الاورجانيزيشن وكمان اضافه ليها اللي انت بتصور ان بروفيشنال واي. تمام, انت حسيت ايه النهارده في الايفنت والناس بتقدر تاخد الصور من الفوتوغرافر انستنتلي بدل ما هما بيخلوا الفوتوغرافر يصورهم بعد كده بالموبايل بتاعهم؟ طبعا هي اي مشكله بتواجهنا في اي ايفنت لو حصل مثلا تصوير او كده, الناس دايما بيبعتوا لنا على الانبوكس او الايميلز عايزين الصور, طب احنا ما صورناش في الايفنت. دايما ده بيحصل في الاورجنايزيشنز او الايفنتس كلها. فالابلكيشن ساعدنا جدا في النهارده بالذات علشان يمكن ده اكبر ايفنت لينا. يعني وضح للناس ازاي هم يقدروا ياخدوا الصور بطريقه ابسط بكتير اللي انت تعمل كونتاكت بس لحد او تحاول توصل له لمده اسبوعين او ثلاثه, لان ده بيحصل كتير طبعا او حصل لنا كلنا قبل كده سواء كنا بنحضر او كنا بنورجنايز some sort of event. فطبعا ساعد الناس كتير وعلى الريتش. وبالنسبه لنا كشغل ماركتنج بما اني بشتغل السوشيال ميديا سبيشالست مبسوط جدا بالريتش, وصل لناس اكتر وخدوا صوره احسن عن المكان. وفي الاول وفي الاخر اتس بروفيشنال فيديوز. شكرا لحضرتك. شكرا.